مرحبا بكم في عرض الأسس. إذا قمت بسؤالكم، دعوني أتأكد من أن خط هذا القلم جيد. إذا قمت بسؤالكم ما ناتج 2 ضرب 3؟ حسنا، أعتقد أن هذا سهل بالنسبة لكم في هذه المرحلة. هذا يساوي 2 زائد 2 زائد 2، أي يساوي 6. ليس عليك القيام بذلك، جميعنا نعلم أن 2 ضرب 3 يساوي 6. إذن ما سنفعله الآن هو أننا سنتعلم الأسس والتي تعادل الجمع عند قيامنا بعملية الضرب، الأسس التي نستخدمها عند الضرب، وسأوضح ذلك بسرعة، وأعلم أن ذلك ربما سيربككم. إذا سألتكم ما ناتج 2 للقوة 3 بدلا من 2 زائد 2 زائد 2، هذا يساوي 2 ضرب 2 ضرب 2، أي يساوي 8. أو إذا سألتكم ما ناتج 3 للقوة 2 فهذا يساوي 3 ضرب 3. تذكر لقد قلت 3 ضرب 2 يساوي 3 زائد 3، إذن 3 ضرب 3 يساوي 9، و 3 زائد 3 يساوي 6. والسبب في أني أقوم بهذا هو لأنه شيء مغري عندما تبدأ بتعلم الأسس، وأذكر أنني عندما تعلمت الأسس لأول مرة ورأيت 3 للقوة 2 كنت أقول إن الناتج 6، لكن تذكر أن هذا يعني 3 ضرب 3 ويساوي 9. دعونا نحل المزيد من المسائل. إذا قلت لكم ناقص 4 للقوة 2 مرة أخرى، هذا يساوي ناقص 4 ضرب ناقص 4. حسنا، لقد تعلمنا جميعا كيفية ضرب الأعداد السالبة، حيث أن عدد سالب ضرب عدد سالب يساوي عدد موجب، وبالتالي نستطيع أن نقول أن ناقص 4 ضرب ناقص 4 يساوي زائد 16، الإشارة موجبة هنا. إذا سألتكم ما ناتج ناقص 4 للقوة 3، هذا يساوي ناقص 4 ضرب ناقص 4 ضرب ناقص 4، وبالطبع فنحن نعلم أن ناقص 4 ضرب ناقص 4 يساوي موجب 16، ثم نضربها بناقص 4 ويكون الناتج ناقص 64. هناك شيء مثير للاهتمام يجب أن تلحظه عندما كان لدي عدد سالب، وسنسميه الأساس عندما كان الأساس سالب. في هذه الحالة كان ناقص 4 وقمت برفعه لقوة زوجية، حصلت على ناتج موجب، أليس كذلك؟ عندما أرفع ناقص 4 لقوة عددها زوجي أحصل على موجب 16، وعندما أرفع العدد السالب لقوة عددها فردي لثلاثة مثلا أحصل على ناتج سالب، وهذا منطقي لأنه في كل مرة تضرب بعدد سالب هذا يعمل على تغيير إشارة، سأريكم، أعتقد أنكم تسموه المثال الأبسط. ناقص 1 للقوة 1 يساوي ناقص 1، صحيح، لأن ما لدينا هو ناقص 1 مضروب بنفسه مرة واحدة. وإذا قلت ناقص 1 للقوة 2، حسنا، هذا عبارة عن ناقص 1 ضرب ناقص 1 ويساوي 1. لكن إذا قلت ناقص 1 للقوة 3، مرة أخرى، هذا يساوي ناقص 1 ضرب ناقص 1 ضرب ناقص 1. ناقص 1 ضرب ناقص 1 هذا موجب 1 ضرب ناقص 1 تساوي ناقص 1. إذن يمكنني أن أقول الآن ما ناتج ناقص 1 للقوة 51، ولأن 51 عدد فردي بالتالي الناتج سيكون ناقص 1، وإذا كان 50 سيكون الناتج 1. أتمنى أني لم أزعجكم كثيرا. دعونا نحل المزيد من الأمثلة. إذا سألتكم ما ناتج 5 للقوة 3، حسنا، سيكون 5 ضرب 5 ضرب 5 ما يساوي 125. أما إذا سألتكم ما ناتج ناقص 5 للقوة 3، فهذا يساوي ناقص 5 ضرب ناقص 5 ضرب ناقص 5، أي سيكون ناقص 125. الآن سأعطيكم خاصية للأسس، وربما لن تكون بديهية في البداية بالنسبة لكم.
هي عندما أرفع عدد ما للقوة صفر، ولنفترض أن لدي 2 للقوة صفر، أي عدد يرفع للقوة صفر يكون ناتجه 1. 2 للقوة صفر يساوي 1، 3 للقوة صفر يساوي 1، ناقص 900 للقوة صفر يساوي 1. ودعوني أرى إذا كان بإمكاني إعطاكم شيء من البداهة حول السبب هذا. فإذا سألتكم ما ناتج 3 للقوة 4، هذا يساوي 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3، أي 81. 3 للقوة 3 يساوي، هذه 3 يساوي 27، وهي تعادل 3 ضرب 3 ضرب 3. 3 للقوة 2 يساوي 9. 3 للقوة 1 يساوي 3. والآن نذهب لنقول ما ناتج 3 للقوة 0. حسنا، جميعا نعلم وقد قلت لكم هذه القاعدة بالفعل، أن أي عدد نرفعه للقوة 0 يكون ناتجه 1، ولربما أن هذا سيعطيكم بعض من البداهة عندما ننتقل من القوة 4 إلى القوة 3. فنحن نقسم على 3، صحيح، 81 تقسيم 3 يساوي 27، وعندما ننتقل من القوة 3 إلى 2 نقسم على 3، وعندما ننتقل من القوة 2 إلى 1 نقسم على 3، ومن المنطقي أنه عندما ننتقل من القوة 1 إلى القوة 0 سنقسم على 3 مرة أخرى. إذن 3 تقسيم 3 يساوي 1، أتمنى أن ذلك منحكم شعورا من البداهة، وربما أنكم تريدون إعادة ذلك وتفكروا به، ويوجد العديد من الأسباب التي تفسر سبب أن هذا منطقي، أي لما كل عدد يرفع للقوة الصفر يكون ناتجه 1. لكن دعونا نحل المزيد من المسائل في الوقت المتبقي لدينا، ولا أريد إرباككم. إذا قلت لكم 7 للقوة 2، حسنا، يساوي 7 ضرب 7، أي 49. وإذا سألتكم ناقص 6 للقوة 3، وضعت أقواسا هنا حتى تعلمون أن الإشارة السالبة للمقدار كله، يساوي ناقص 6 ضرب ناقص 6 ضرب ناقص 6. ناقص 6 ضرب ناقص 6 يساوي 36 ضرب ناقص 6. كم يساوي؟ هذا 180 و36 يكون الناتج ناقص 216، هذا إذا لم أفعل أي خطأ في الحساب. يمكنك القيام بعملية الضرب على الآلة الحاسبة، وأعتقد أنكم فهمتم الفكرة. هناك شيء آخر، إذا قلت لكم 0 للقوة 100، حسنا، هذا سهل، فهو عبارة عن 0 مضروب بنفسه 100 مرة ويساوي 0. وإذا سألتكم 1 للقوة 1000، فهذا سيساوي 1، أليس كذلك؟ يمكنكم أن تضربوا 1 بنفسه لعدد مرات غير نهائي وستحصلون على 1. وتذكر أنه إذا كان لدي ناقص 1 للقوة 1000، حسنا، هذه القوة عبارة عن عدد زوجي، بالتالي سنحصل على 1. أما إذا كانت ناقص 1 للقوة 1001 فسيكون الناتج ناقص 1، وأعتقد أنكم تتذكرون ذلك، لأنه عندما نضرب عدد سالب بنفسه لمرات زوجية تختفي الإشارة السالبة، وإذا قمنا بضربه مرة واحدة بنفسه لمرة واحدة إضافية على ذلك سيكون الناتج عدد سالب. دعونا الآن نقوم بحل مسائل عادية. أريد التأكد من أنكم استوعبتم القواعد الأساسية للأسس. إذا قلت لكم، دعوني أفكر بعدد جيد، 8 للقوة 2
يساوي 8 ضرب 8 أي يساوي 64. وإذا قلت لكم 25 للقوة 2، 25 ضرب 25 يساوي 625. القوة 2 ممتعة جدا على فكرة ومثيرة للاهتمام بشكل خاص إذا التحقتم مستقبلا باختصاص علم الحاسوب. 2 للقوة 4 يساوي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. 2 ضرب 2 يساوي 4، 2 ضرب 2 يساوي 4، و 4 ضرب 4 يساوي 16. وقد قمت بشيء مثير للاهتمام هنا من أجل غرض معين. لاحظ أن 2 للقوة 4 يساوي 4 ضرب 4، أليس كذلك؟ 2 للقوة 4 يساوي 4 ضرب 4، لأننا أوجدنا 4 ضرب 4 هنا، سأوضح هذا بالتفصيل لاحقاً، لكن أريدكم أن تفكروا فيما يعنيه هذا، لأن 4 بحد ذاتها تعني 2 تربيع، وقد تعلمنا، سأمر على هذا بسرعة، 2 للقوة 4 تساوي 2 تربيع ضرب 2 تربيع. سأدعكم تفكرون في هذا، لكن بخلاف ذلك أعتقد أنكم استوعبتم الفكرة العامة لكيفية عمل الأسس، وأعتقد أنكم جاهزون لحل مسائل المستوى الأول من الأسس. استمتعوا بوقتكم.